وأهم شيء تثق بحالك. إذا ما وثقت بحالك كيف الغيرك بده يثق فيك؟ كيف أنا بدي أخليكم تثقوا فيي إذا أنا ما بثق بحالي؟ كيف أنا بدي أخليكم تثقوا فيي إذا مش واثقة بحالي ومش واثقة إني أنا رح أنجح لأني ما عندي ثقتي ورابطتي بالله سبحانه وتعالى؟ كيف هذا الحكي ما بيزبط؟ إذا التغيير كتير مهم، لازم. بعدين أي إنسان بده يغير، أول شيء قوة التغيير بتيجي، أول شيء لازم أخطط. عمركم شفت حدا بده يغير إشي من غير تخطيط؟ إذا هذا التغيير عشوائي، تغيير هيك ما إله، مش مزبوط، مش متكتك. أول شيء أنا بدي أخطط، يعني أنا بس أنا بدي أتغير. خلينا ناخد مثال مع بعض إنه إحنا إيش بدنا نتغير. خليني أقول بدي أتغير إني أطلع على الأمور بشكل إيجابي ولن أستسلم، لأنه هلأ كلياتنا بكورونا، كتير ناس عم يبعتولي إنه إحنا محبطين، إحنا مش عارفين نعيش، إحنا ما في شيء، يعني ما في شيء، ما في شيء حلو، إنتي مش حاسة فينا، إنتي كذا. بحب أقولكم، مين قال؟ تعرفوا حياتي؟ حدا بيعرف عن الناس تانيين؟ في ناس بتحكي، في ناس ما بتحكي، في ناس بتشكي، في ناس ما بتشكي، في ناس بتكابر، في ناس ما بتكابر، في ناس بتحب تحكي إني أنا في ألم وأنا بتعب، في ناس ما بتحب، في ناس ما بتحب. بغض النظر، الكل عنده شيء. طيب كيف بدنا نطلع؟ خلي إيدينا بإيدين بعض ونقول خلينا نطلع لقدام. بدنا نطلع، خلص ما بدنا نضلنا هيك، بدنا نتغير، بدنا نصير أفضل. كيف؟ إذا بدنا نخطط، خلص بدنا نطلع، بدنا نعمل خطة، بدنا نطلع لقدام، ما بدنا إشي قبل، ما بدنا أطلع على الماضي. كثير ناس بنسوني، بيسألوني طيب أنا يعني كيف بنسى الماضي؟ بحب أقول لك كل حدا بتابعني، مين قال لك إنك تنسى الماضي؟ مين حكى؟ كل الدراسات وعلم النفس وكل العالم بتقول لا تنسى الماضي. الماضي ما بينتسى، الأسى ما بينتسى. تقبل، التقبل أقوى، لأنك أنت ممكن تنسى شوي ترجع تتذكر. بموقف تتذكر ترجع تبكي، بموقف بكيت ترجع تضعف، بموقف ضعفت ترجع تيأس. لا، طب ليه ما نتقبل؟ لما نتقبل إنه هيك صار معي بالماضي رغم كل الظروف وكل الفشل وكل الأشياء اللي مريت فيها، الحمد لله لولا الماضي ما كنت أنا هلأ بالحاضر، لولا الماضي ما كان تفكيري هيك حيكون. هيك بدي اياكم تقولوا كل واحد، لولا ما مريت بالظلم اللي مريته ما كنت رح تعرف شو يعني الظلم وشو يعني العدالة. لو ما مريت بالفشل كيف بدك تعرف؟ لحظة هون بس أيام. لو ما مريت وانتو بالفشل كيف بدك تعرف طعم النجاح؟ لو ما مريت بالألم كيف بدك تشعر بالسعادة؟ لذلك ليه ما يصير نتقبل الماضي شو من كان؟ أهلي، في ناس كتير بيقولوا لي عشت معاناة بصغري. لولا المعاناة اللي عشتها بصغرك انت ما كان تفكيرك هلأ وبعت لي رسائل بتجيني من اللي عاشوا معاناة بصغرهم. اشي بجنن، اشي ناس بيبعتوا لي شعر بيطير العقل. هذا الشعر والشغلات اللي بتطير العقل اللي بتجنن ما كان انت هلأ فيها لو ما كنت انت بالماضي، لو ما كنت انت بالماضي. اذا بدنا نعمل اشي، نحكي مع بعض، نقول رح نتقبل الماضي. بدك تتقبله، خلص هو ماضي، هو ماضي. والحياة مراحل، كل مرحلة فيها فوق وفيها تحت، كل مرحلة، كلياتنا بنعدي فوق وتحت، ما في شيء ستيبل، ما في شيء بضله ماشي، ما في. لذلك خلينا نتقبل الماضي. إذا خلينا نخطط إنه إحنا بدنا نكون إيجابيين سعيدين، نفكر إحنا كيف بنقدر نعمل شيء إيجابي، كيف بنقدر نعمل شيء من اللي إحنا موجودين فيه. بعد ما إحنا نخطط شو لازم يصير؟ بعد ما نخطط لازم ننزل على العملي، يعني لازم أنا التخطيط هذا يصير فعل عمل. طول ما أنا قاعد هيك وبخطط وبفكر وما في عمل، إذن أنا حكي ببلاش، الحكي ببلاش. طب ليش إحنا نقبل نكون من الحكي؟ طب ليه ما نقبل نحط شيء عملي؟ انت كل واحد هون وهون وهون، شو بتفكر انت؟ انت
تفكيرك وخططك اللي بتحطها بتفكيرك نزلها على أرض الواقع، نزلها نزلها على أرض الواقع، ابدأ طبقها عمليا شو من كانت، وما تقول ما بقدر. عجبني مثل كتير حلو لإبراهيم الفقي بأحد الندوات، حكى الله يرحمه هو رائد بالتنمية البشرية، أحد الندوات حكى رجل ماشي لقى بيض، في بيضة بيضة نسر، مسكها فكرها بيض الدجاج، حطها بين بيض الدجاج. هي هاي قصة مشان تخليكم تطرق على شغلات بعقلكم، خلينا نسمع القصة. حطها بين البيض، البيضة هاي حطها بين الدجاج، البيضة كبرت فقست وفقسوا الدجاجات. يوم من الأيام فوق نسر عم بيطير، هذا النسر اللي بين الدجاجات هو مفكر حاله جاجة، لأنه هم قالوا له أنت جاجة زينا، أنت أخونا، أنت كنت جمنا وجاجة وإحنا كنا صيصان وفقسنا ونحن أصلنا جاج. في نسر كبير عم بيطير فوق، الدجاجة الصغيرة عايد النسر الصغير بين الدجاجات اتطلع فوق قال يا الله شو حلو نسر عم بطير، شو جعبالي انا اكون نسر. قالوا له الجاجات اللي جنبه شو اللي بتحكي انت حبيبي، كتير صعب احنا جاجات، هذا نسر ما بتقدر تطير. لحد ما يوم من الايام صحي وقال طب خليني احاول، هو عنده طبعا هو اصلا نسر، عمل وطار وطلع. شو بيعطيك هذا الكلام؟ كتير في منكم هو نسر، كتير منكم هو قادر، كتير منكم هو بده يعمل، بس كتير منا جمنا ناس بقنعونا انه لا انت حتفشل، انت ما رح تقدر، مش انت 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 مع الصوص. كتير المثل شو بدنا ناخده يقول انه ما ترد على كلام حد، ما ترد، شو انت بتحب كمل ساوي. يمكن تكون انت النسر الوحيد بين الصيصان، يمكن تكون انت النسر الوحيد القادر انك تكمل والباقيين خايفين لانهم ما بيقدروا، يمكن تكون انت الوحيد اللي بتقدر تعمل هيك، غيرك كان عم بيتمنى يعمل بس ما قدر، عم بيحبطك لانه ما قدر. ليش ما تكون هيك؟ ليه؟ ليه ما نكون هيك؟ كتير ناس بيطلع بتعرفوا ليش اليوم أنا طالع؟ إحنا بالأردن بدي أحيي كل الناس اللي بتطلع علي من دول العربية ومن دول الأجنبية اللي بتابعوني. نعرف الوباء الكورونا للكل عالمي، إحنا بالأردن اليوم رابع يوم حجر شامل، بكرة إن شاء الله حيبطل الحجر. كتير ناس لما بكون الحجر شامل ببعتولي متدمرين، كتير صفحات بتطلع عليها بلاقي الكل طالع، يا إما للأسف يهت على ناس، يهت على دولته، يحكي عن غلط، يحكي عن ماضي، يحكي عن سلبي. أنا صار نفسي أفتح صفحة ألاقي حدا بقول يا جماعة خلينا نطلع لقدام وما نشوف في الماضي وما نسمع كلام المحبطين وخلينا إحنا مكملين. يعني صار كأنه مبارزة ومباراة بين مين يسحب الثاني لتحت. هذا الشيء خلاني أقول لا لا ولا وما بدي أكون زي جاري، ويقولوا شو ما يقولوا، وبدي أطلع على كل صفحاتي وبيوم واحد، وإذا زبطت بدي أصير دائما أطلع على كل صفحاتي وأحكي للكل. يمكن أنت حبيبي، يمكن أنت حبيبتي تكوني النسر اللي حطوكي بالغلط بين جاجات، ليه ما تكملي؟ ليه ما تكمل؟ وليه أنت ما تكمل؟ لذلك دائما شو بقولوا لك تبعون التنمية، تبعون علم النفس، صادق وعاشر الناس اللي بتاخد بإيدك وتقول لك اطلع، توجه، امشي، ما توقف.